اهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد ما مخي اتمنى ان هو يكون ظبط من الايرور. معانا النقد الرياضي محمد جابر. محمد عامل ايه؟ ازيك يا مرغني؟ وصباح الفل عليك وعلى كل الساده المشاهدين. صباحك بيضحك. صباح الفل. نبدا منين؟ من النادي الاهلي ولا نبدا من ان انت عايز تبدا منين؟ انا شايف الخبر اللي على الساحه دلوقتي بقى النادي الاهلي. طيب. يعني ده الخبر اللي عامل صدى كبير دلوقتي. أوكي. في الفتره اللي احنا فيها. شفت بيان النادي الاهلي ازاي؟ وخلينا نتكلم فيه نقطه نقطه. اول حاجه المطالبه باقاله لجنه الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها. هل انت شايف ان من حق النادي الاهلي ان هو اصلا يطلب طلب زي ده؟ بص هقول لك على حاجه. مفيش اتنين في مصر يختلفوا ان احنا عندنا مشاكل في التحكيم. انا معاك. تمام. والكلام ده مش وليد اللحظه، ولا عشان ضربه الجزاء بتاعت فاركو، ولا عشان الهدف بتاع النادي الاهلي، ولا عشان الكلام ده كله. تمام. الكلام ده احنا بقالنا فتره بنتكلم فيه. الراجل اللي جاي اللي هو المفروض مارك كلادنبرج ده اللي هو جاي يصلح التحكيم المصري عفوا. الراجل ده عنده مهمه صعبه جدا. الراجل ده كان ليه قبل كده تجربه في الدوري السعودي. الراجل ده نقل التحكيم في الدوري السعودي نقله محترمه. الراجل ده كان ليه اكتر من تجربه في اكتر من بلد عربي، فالمفروض ان احنا مستعينين بيه عشان يطور التحكيم المصري. فما فيش جدل ان احنا عندنا مشكله في التحكيم، عشان بس ما نتكلمش ان الموضوع ده المقصود بالنادي الاهلي ولا المقصود بالزمالك ولا الفرق اللي بتنافس على الهبوط ولا لا. احنا بنتكلم ان النادي الاهلي هو اللي طلب دلوقتي المطلب ده. ممكن يكون النادي الاهلي حس ان الموضوع بقى صعب بالنسبه له، خصوصا يعني معلش الهدف بتاع النادي الاهلي بتاع امبارح ده هو اللي رسم الخط بتاع الفار. بص انا مش عارف هو عملها ازاي. مفيش اتنين عاقلين في مصر. مفيش واحد في مصر مش هقول لك ضربه جزاء. انا معاك في على الهدف ان هو سوري ان هي جون. بالزبط. هي جون. بص رسمي نظمي فهمي بالظبط. كمل بقى الاسامي زي ما انت عايز. هي جون. بس كانت فجه شويه. انا معاك. دي بس المشكله. انا معاك. بس هي الفكره في ايه؟ انت لو جيت بصيت في الماتش يعني الاهلي عليه يعني ليه غلطتين اتظلم فيهم، فاركو برضو ليه غلطتين اتظلم فيهم. بمعنى كلامي ايه؟ ان الحكم مش نازل قاصد يظلم النادي الاهلي. ملهاش علاقه بالنادي الاهلي. احنا عندنا مشكله في التحكيم بشكل عام. هي ليها علاقه ان قرارات الحكم خلال المباراه دي سواء للاهلي او لفاركو، هي القرارات الغلط اللي اتخذها هي اثرت على نتيجه الماتش. يعني معلش لو حصل ضربه جزاء لفاركو زي ما انت قلت هتاثر في نتيجه الماتش. حقيقي. في طرد اللاعب فاركو بعد تدخله على محمد عبد المنعم. صح. بقى علي معلول. على علي معلول. صح كده؟ دي هتاثر في نتيجه الماتش. الهدف بتاع النادي الاهلي اصلا في نتيجه الماتش. انا بقول لك هم اربع كلها اخطاء في ماتش واحد. اربع خمس اخطاء مؤثره. هي الفكره كلها في مؤثره. انت مش بتتكلم في فاول في نص الملعب ولا بتتكلم في عاود ولا بتتكلم في بس انا بتكلم في نقطه ثانيه ان النادي الاهلي يعني الناس مش قاصده تظلمه. يعني انا مش نازل النهارده هظلم النادي الاهلي. ده اللي بتكلم كحكم. انا بتكلم كحكم. انا مش نازل اظلمه. احنا مش هنتدخل في نوايا الحكام. بس ما هو اللي حصل امبارح ان في ناس اتدخلت. بس خليها على جنب دي دلوقتي. الفكره كلها ان انت دلوقتي المشكله اللي حصل على النادي الاهلي. معلش هو مش التحكيم اللي ضيع دار النادي الاهلي. هو النادي الاهلي بغض النظر ان في هو ده بقى اللي فيه حصلت كذا حاجه. شوف في التحكيم. اخطائك. بالظبط. شوف اخطائك ايه. بالظبط. قول انا وحش ليه؟ انا ما بكسبش ليه؟ هل انا مثلا جون ما اتحسبليش فخلاص؟ انت حقك لو جون ليك حقك تطلب بيه. ما حدش يقول لك ما تطلبش بحقك. بس خلي بالك ما هو برضه ما فاركو ممكن يعمل نفس القصه. ما هو فاركو ليه ضربتين جزاء. بس هو طبيعي النادي الاهلي اللي بيطلب. النادي الاهلي بينافس على بطوله. بالزبط. وده حقه. وده طبيعي. فاركو بالنسبه له خرج بنقطه هو مبسوط. يعني بالنسبه بالزبط. له اتعادل مع النادي المكسب او المصلحه بتحكم في حته ايه. انا دلوقتي مثلا نادي الزمالك شايف ان في اخطاء كارثيه في التحكيم، بس انا بطل الدوري. فالبطوله او الفوز بيغطي على كل الاخطاء. تمام. النادي الاهلي لما كان بيكسب الدوري خلال السنين اللي فاتت برضه البطوله والفوز بتغطي على كل الاخطاء. زي ما شفنا دلوقتي لما النادي الاهلي ابتدى الريتم بتاعه يقل شويه او الاداء بتاعه يقل شويه ما بقاش منافس على الدوري او خلاص نسبه فوزه بالدوري بقت شبه مستحيله يعني. الاخطاء والمشاكل التحكيميه والمشاكل اللي في الاداره والمشاكل اللي عند اللعيبه والاصابات كل الاخطاء دي كلها ابتدت تبان علشان بقينا بعاد عن المصلحه اللي احنا عايزينها. تمام. عندي سؤال. النادي الاهلي دلوقتي بيطالب باقاله لجنه الحكام. فهل النادي الاهلي حط الطلب ده لانه عارف ان خلاص الراجل الخبير الاجنبي خلاص جاي؟ هو جاي في شهر 8 الشهر ده. فهل هو حط الطلب ده عشان عارف ان هو كده كده جاي وكده كده لجنه الحكام ماشيه؟ ولا يعني ما هو برده خلي بالك النادي الاهلي من الماتش اللي قبليه هو شايف برده ان هو بيتظلم. الماتش اللي قبليه نفس القصه. فليه ما طلبش المطلب ده؟ هو انا زي ما قلت لك هو حل من الاثنين. يا اما هو عارف ان كده ورا برده مش عايز اتدخل في نوايا بس انا بتوقع يعني. يا اما خلاص عشان فقد الامل في بطوله الدوري فقال خلاص بقى انا لازم اخد اجراء.
ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان المباراه فاركو كانت زي ما بيقولوا كده هي القشه اللي قسمت ظهر البعير. يعني الشراره او خلاص بقى دي الحاجه اللي خلاص مش هينفع يتسكت عنها، فاهم قصدي؟ يعني هو النادي الاهلي ممكن لو 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 كمل اخطاء ده حصل في ماتش ماتشين ورا بعض كان ممكن البيان ده اصلا ما يطلعش. بس الفكره كلها ان الموضوع في ماتش فاركو كان فج. انت عندك اربع او خمس اخطاء، كلمه فج كبيره، ما خلي بالك لا النادي الاهلي ليه وعليه. حلو، انا ده اللي بتكلم فيه. انت عندك اربع او خمس اخطاء في الماتش، الاربع خمس اخطاء فجه. يعني في طرد صريح، في ضربه جزاء صريحه، بس خلي بالك معنى بيان هدف صريح، معنى بيان النادي الاهلي ايه؟ ان الناس اتحاد الكوره انت جاي تظلمني وجاي تدي الدوري للزمالك، ده معناه لا. او انا شايف ان انا مظلوم، انا شايف ان انا عندي مشكله. اه يا سيدي انا اوحش اداء في الدنيا، او انا الاداء بتاعي مش احسن حاجه، بس ما فيش مشكله اطالب بحقي. ما هو لو نفس البيان ده طالع من نادي الزمالك او من فاركو او من فيوتشر او من بيراميدز او من اي حد، حقك انك تطالب بحاجه زي كده بالزبط. وانا حقي كاتحاد كوره اشوف هل ده متاح ولا لا. بس انا حقي ان انا طالب بيه، ما فيش مشكله. أوكي. حتى لو انا ادائي مش كويس. أوكي. حتى لو مش التحكيم اللي ضيع مني الدوري. والتحكيم مش ضيع، ما ضيعش من الاهلي الدوري، عشان بس ما نضحكش على بعض. طيب المطالبه بايقاف حكم الفار ليها علاقه باللي قبليها، عدم المشاركه في المسابقات التي نظمها الاتحاد المصري اللي هي الكاس بتاع السنه دي، بتاع السنه اللي فاتت، السنه دي والسوبر، هم قصدهم بقى السوبر اللي فات وده اللي جاي. يعني لو النادي الاهلي خد السوبر اللي جاي، يعني اللي فات هيلعبوا؟ لا، السوبر اللي فات ده المفروض ان هو هيتلعب في الامارات، هيلعبوا في شهر 10. لا، الكلام كله على السوبر اللي فات. السوبر اللي فات ولا اللي جاي؟ السوبر اللي فات. تمام اللي هو المفروض ان هو هيتلعب. ما احنا مشكلتنا برضو ان الموسمين لضموا في بعض، فمحدش عارف مين اللي جاي ومين اللي فات. مش عارفين قصدهم انهي سوبر ولا الاثنين. هو الكلام كله على السوبر، المفروض ان هو هيتلعب في شهر 10 في الامارات. بالظبط. النادي الاهلي قال ان هو مش هيشارك في المسابقات زي كاس مصر والسوبر في حاله عدم تنفيذ مطالبه او في حاله عدم التوافق بينه وبين اتحاد الكوره. طيب النادي الاهلي طبعا بيستخدم حاجه زي كده كوسيله ضغط. اكيد. معلش انا السوبر المصري بيتلعب في الامارات، ده هو حقوق بثه تم بيعها واتحاد الكوره استفاد منها. المعروف تقريبا بتتقسم على الانديه والاتحاد. بالظبط. اتحاد الكوره استفاد من المبلغ ده ماديا، النادي الاهلي هيستفاد من المبلغ ده ماديا، والزمالك كذلك الامر وباقي الفرق. فالفكره كلها انا لو انا كنادي، يعني كنادي الاهلي مش موجود، تمام؟ الرعايه والبث والسبونسرز والكلام ده كله، كل ده هيقل. هيطلعوا من اي بطوله قيمتها هتقل على طول. بالظبط. فهو الاهلي بيستخدم الضغط ده على اتحاد الكوره ان انا مش هشارك في الكاس، فخلاص بقى الكاس وحقوق البث والرعايه والحاجات دي كلها اكيد هتقل، فمصدر من مصادر الفلوس اللي بتخش اتحاد الكوره هتقل. كذلك الامر برضو في السوبر، فدي وسيله الضغط. تمام. هو قال ان هو مش هيشارك فيهم الا في حاله تم الاستجابه المطالبه. وغالبا يعني ان لجنه الحكام هتتقال هي كده كده خلاص الراجل الاجنبي جاي. بالظبط. كده يعني كده كده يعني المطلب ده اعتبره اتنفذ، لان كده كده بقول لك الراجل الاجنبي جاي. حكم الفار كده كده برضو اتحاد الكوره حقق مع، يعني حاول له تقريبا للتحقيق من قبل بيان النادي الاهلي. في كلام كتير جدا المصادر من داخل اتحاد الكوره بتقول ان الحكم الفار من قبل البيان كده كده اتحقق معاه. عدم مشاركه في كاس مصر كده كده اعتقد ان هو هيشارك، لان كده كده القرارات هتتنفذ. استكمال المراد بالناشئين واللاعبين العائدين من الاصابه، ده حقه كنادي يعمل فيه اللي هو عايزه. احنا في حته بس يا مرغني احنا قلناها كده، المطالبه بكره، لا عفوا، المطالبه بايقاف حكم الفار. هي المشكله الهدف مش ان الحكم لغاه، المشكله ان الحكم رجع للفار والفار اكد قرار. ده حقيقي. هي دي المشكله. خلي بالك اللاين مان ما رفعش. بالظبط. بالظبط. يعني اللي لغى الحكم، اللي لغى الجول الفار. الخط اللي اتعمل بتاع الفار ده يعني ازاي؟ خلي بالك الغلطات دي حصلت في ماتشات كتير في الدوري. ماشي يا مرغني، بس مش كده. لا لا انا مش قصدي حاجه، انا قصدي يعني ايه؟ دي فجة قوي يعني. اكيد دي فجة قوي. مفيش كوره. انت عارف مشكله الكوره دي ايه ومشكله الماتش ده ايه؟ ان هو جاي بعد ماتش الزمالك وبيراميدز اللي كانت فيه نفس الكوره بالظبط واتحسبت. وبعدين كمان الوقت اللي اتاخد في القرار بتاع ماتش الزمالك وبيراميدز يمكن كمان دي كانت لعبه اصعب، بس القرار اتاخد كده. وخد بالك من حاجه، مفيش ولا خبير تحكيمي امبارح قال ولو 1% ممكن يبقى عذر للحكم او الحكم الفار. هي ما فيهاش عذر. بص بعينك اول ما تشوفها بالظبط، هي بعينك وبخط الفار وبكل حاجه. فهي مشكله الموضوع ان الموضوع لا، هي دي مش صح. هو انت لو انت كحكم في غرفه الفار شايف ان دي اوفسايد، لا يبقى انت عندك مشكله.
بس هو يعني الراجل اخطا يعني، خلينا بس ما ندخلش في اي غلطه كبيره جدا، وممكن تكون اصلا تبقى قايل لك قد ايه سوء التحكيم يعني المصري هو دلوقتي. واضح ان هو كان في الاوف داي بتاعه، لان هو اربع قرارات مصيريه في، لا في ثلاثه، لان الانذار الثاني دي مش بتاعته، الانذار الثاني دي بتاعت الحكم بالظبط. ثلاث قرارات يعني يشقلبوا نتيجه ماتش، تتكلف ضربتين جزاء وجول. هو الفكره كلها مش ان القرارات وارد ضربتين الجزاء يطلع تخدم الاهلي او ما تخدموش، هي الفكره كلها ان القرارات دي كلها الماتش ده كان ممكن يطلع 2-1 لفاركو لو ضربتين الجزاء بتوع فاركو مثلا اتحسبوا زي ما انت بتقول. وخليني اقول اقارن لك برضو علشان نكون جبنا يعني نفس الحالات بتاعه الاوفسايد. الحاله دي اتكررت قبل كده على ما افتكر دلوقتي مرتين، مره في ماتش الاهلي وانبي كانت الحاله شبه دي تقريبا مظبوط، ومره في ماتش الزمالك وسموحه اتلغى جون برضو للزمالك بسبب حاجه شبه كده، نفس برضو الخطوط ومش عارف ايه. فواضح يعني اللي انا شايفه ان حكام الفار عندهم مشكله في الحته دي بالذات، اي حاجه فيها تدخل بشري عندنا مع التكنولوجيا أصلاً مش فيها مشكله. بص هو المقصود من الفار ايه؟ ان انا احسن جودة التحكيم، لو الحكم في حاجه ما شافهاش بعينه بحكم ان هو بشر، ممكن يكون ما خدش باله من اللقطه، ممكن يكون بعيد عن اللقطه، لا انا في فار، لا تعالى ارجع بص على اللقطه دي تاني وناخد القرار تاني مع بعض، نتناقش فيه وناخد القرار تاني مع بعض، وفي الاول في اخر القرار لحكم المباراه او حكم الساحه. لكن لما الفار يساعدني ان انا اخد قرار غلط، لا يبقى ساعتها كده في مشكله. بس هي دي الفكره. ماشي، اتكلمنا في البيان كتير، عندي بقى ليك سؤال تاني. قولي، هل انت شايف البيان اللي طلعه النادي الاهلي استجابه لمطالب الجماهير في المدرجات وعلى السوشيال ميديا؟ وهل اداره النادي الاهلي زي ما بقى يشاع ان هي بقت تدار من خلال طلبات الجماهير على السوشيال ميديا؟ هو انا يعني الجمله دي بتعترضني شويه، يعني انا شايف ما هو نادي جماهير. انا بسالك في سؤال داير فعلا في انا نادي جماهير، ما هو طبيعي ان انا نادي بخدم الجمهور. معلش السوشيال ميديا بقى او في المدرجات او الحاجات دي كلها، انا نادي هدفي ان انا بخدم الجمهور، انا نادي معمول زي الزمالك بالظبط، انا نادي معمول عشان اسعد الجمهور بتاعي، طلبات الجماهير بتاعتي عشان هي اكبر داعم ليا، وانا اكبر نادي في الشرق الاوسط او اكبر اثنين انديه في الشرق الاوسط، فانا لازم غصب عني استجاب للجماهير. بس في نفس الوقت في بعض الطلبات بتبقى من خلال الجماهير بتبقى بحكم الحماس والدافع، وان احنا ما ينفعش نخسر المباراه دي، ما ينفعش نخسر البطوله دي، ففي بعض القرارات بتبقى انفعاليه. انا ما ينفعش كمجلس اداره امشي وراه، سواء انا بتكلم في العموم عن الاهلي او عن الزمالك او على اي نادي او على اي نادي جماهيري كمان. لكن طبعا ما انا لازم ابص على القرار، لازم ابص الجمهور متضايق من ايه. ما هو حال النادي الاهلي حاليا يضايق اي حد، ملوش علاقه بالجمهور. ده حقيقي بالظبط. اللعيبه مقصره، اللعيبه مقصره، في بعض المشاكل التحكيميه، في بعض المشاكل التحكيميه. تعرف يعني اللي يبين لك، معلش انا اسف، اللي يبين لك ان لعيبه النادي الاهلي مش مركزه في كوره. شفت الماتش امبارح اكيد؟ شفت الكوره اللي محمد هاني بيرجعها ياسر؟ ده معناها ايه؟ الناس كلها اتكلمت في القصه دي. دي معناها ايه؟ ان ده واحد مش مركز في الماتش، يعني لا انت مش، انت يعني انت اوت اوف ذا جيم، انت بره الماتش تماما. انت ازاي مش شايف ان زميلك مرجع الكوره وانت عمال بتستنى حاجه تطلع كورنر؟ والله ده بجد، ده يبين لك حاله اللعيبه بتاعه النادي الاهلي عامله ازاي. التركيز شبه مش موجود بالظبط، في علامات استفهام كبيره جدا. عشان كده كان القرار اللي بعده اللي هو استكمال المباراه بالناشئين، واعتقد هيبقى فيه الفتره اللي جايه تصحيح في غربله لمعظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. اعتقد ده لازم، وده حاجه، ده امر صحي على فكره. هو كل فتره النادي الاهلي مثلا كل 10 15 سنه لازم يقع في موسم او في اتنين يتم فيه تصحيح الاوضاع، بعد كده يرجع تاني يمشي في مساره الصحيح. فدي فتره صحيه، مفيش حد هيكمل انه ياخد البطولات كلها اكيد، مفيش فرقه الساعه يعني تاخد البطولات على طول بالظبط. فهو ده لازم، هتلاقي فيه الدروب ده لازم يحصل له فتره تصحيح، ولازم يحصل له في بعض اللعيبه اعتقد انها تتغربل وهتكون مش موجوده في النادي الاهلي، لعيبه كتير جدا واسامي كبيره ممكن ما تكونش موجوده. اعتقد الاعتماد على الناشئين ده عشان يفرز بعض اللاعبين الموسم اللي جاي. انا عايز اطلع 1 2 3 4، انا عندي مشكله في مركز 2 3 4، عايز اطلع لعيبه ناشئين مع التدعيمات طبعا بالصفقات اللي هتكون موجوده الفتره اللي جايه الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي. طيب في خبر تاني عايز اسالك عليه، معلش احنا مطولين في حته النادي الاهلي دي لان الحدث كان كبير جدا امبارح. في خبر طلع او انتشر ان النادي الاهلي عاوز يشتري ابراهيم عادل من بيراميدز، وبيراميدز طلب 7 مليون دولار، والنادي الاهلي عرض على بيراميدز 5 لعيبه يختار منهم لعيب او 2. تمام، انا المفاجاه بالنسبه لي كانت الرقم بتاع الصفقه، رقم 7 مليون دولار، بتتكلم في رقم كبير جدا. تاني حاجة الخمس لعيبة اللي تعرضوا من النادي الأهلي على بيراميدز، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات،
اللعيب الخامس كان مين؟ بيرسي تاو. بيرسي تاو وطاهر وحسين الشحات وكهربا. وكهربا مش فاكر مين اللعيب الخامس، مش جاي في دماغي. قفشه؟ لا لا مش قفشه. مش قفشه. بس هل الخبر ده صح ولا لا؟ هو انا اعتقد بالاسامي اللي انت قلتها يبقى اكيد الخبر مش صح. ما بص انا استغربت الخمس اسامي. لا يعني كهربا ممكن وكان في اصلا كهربا. خلي بالك هو ممكن ومش ممكن. ليه؟ هو ممكن لان النادي الاهلي خلاص مش هيستفاد منه في حاجه. بس هو بيراميدز برضه ايه اللي هيخليني اخد لعيب ما انا عارف انه موقوف؟ كهربا كان معروض قبل كده انه ممكن يخش في صفقه تبادليه مع ابراهيم عادل ومقابل مبلغ مادي كمان اضافي ممكن الاهلي يدفعه. بس اداره بيراميدز نفسها اعترضت على الفكره. يعني احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده مع بعض في خبر في هنا، ان اداره بيراميدز اعترضت على الفكره، ما كانتش عايزه كهربا، شايفه ان هو مش هيبقى مفيد للفريق الفتره اللي جايه. الرقم اللي انت قلت عليه ده اعتقد ان هو مبالغ فيه كتير، مش شويه يعني، هو مبالغ فيه كتير جدا. الاسامي اللي انت قلتها برضو يا مرغني بالنسبه لبيرسي تاو طاهر اعتقد لا في لا مثلا خلي بالك بيرسي تاو في كلام كبير ان هو هيمشي، لان الراجل ثلاث اربع سيزون مصاب، وفي استياء عامه من الجمهور ومن الاداره على حته انا مش جايب لعيب اجنبي عشان ما يلعبش. طب انا هقول لك على حاجه، انت شفت ماتش امبارح بيرسي تاو رغم كل السوء اللي هو فيه هو احسن من كل خط هجوم النادي الاهلي. خلي بالك اللي انت بتقوله ده مشكله، لان الراجل لسه راجع من الاصابه. ما دي مشكله. ده يبقى لك قد ايه سوء خط هجوم النادي الاهلي. مش خط هجوم بس، هو خط هجوم وخط دفاعه كمان. يعني بيرسي تاو رغم السوء اللي هو فيه ده كله، ان هو راجل لسه راجع من الاصابه، وكان الناس بتتكلم عليه كلام كتير جدا ان ازاي يا جماعه جايب راجل محترف كان بيلعب في الدوري الانجليزي وبالسوء ده. هو امبارح لما نزل اثبت ان هو احسن من كل خط هجوم النادي الاهلي. وليد سليمان بالك هو احسن بس مش ده الكواليتي اللي يجي النادي الاهلي. يعني مش اشرف بن شرقي مثلا. الراجل ده لما كان موجود قبل كده، والراجل ده اول ما جه النادي الاهلي تمام، شفناه في ماتش الاسماعيلي في اكتر من مباراه ادى بشكل كويس. ممكن يكون في اختلاف عليه، الراجل امكانياته يعني بيقولوا كده كان في ناس طالعه في نغمه الاهلي اشترت رماي ان الراجل ده احنا بنضحك علينا في الصفقه دي. خلي بالك اول ما جه كمان اتقال ان هو عنده اصابه مزمنه. بالظبط. بس الراجل لما نزل امبارح ادى كان كويس وجاب جون. بالظبط. ممكن يكون اوبشن موجود السيزون اللي جاي، اعتقد الاهلي هيبقى على بيرسي تاو. طاهر محمد طاهر اعتقد برضه هيكون موجود. انت عايز برضه تشوف ان خط هجوم النادي الاهلي سيء قد ايه، شوف وليد سليمان اكبر لاعب يكون موجود في الملعب، واللاعب اللي ممكن يعتزل اخر الموسم ده، وكان واحد من احسن اللعيبه اللي موجود. اللي باقي من الجيل القديم مين؟ هو مفيش غير وليد سليمان وشيكابي يعني في الزمالك. بس حتى اللي هتلاقي الاثنين وتشوف الاثنين لما بينزلوا الملعب مختلفين. تمام. الاثنين بينزلوا الملعب برغم ان هم بيبقوا اثنين اكبر اثنين موجودين في الملعب، لكن احسن اثنين بيأدوا في الملعب عشان اكتر اثنين عندهم غيره على المكان اللي هو فيه. بالظبط بالظبط. يعني انت عندك شيكابالا كمان متربي اصلا في نادي الزمالك وابن النادي، فعنده غيره مش عند اي لعيب. شوف وليد سليمان امبارح هو زعلان على النتيجه وهو مكسوف من النتيجه اللي حصلت، وقبل كده في مباراه ثانيه لا قارن بينه وقارن بين اللعيبه مثلا وازمه اللعيبه اللي طبعوا على اغرامهم بسبب الفرح اللي حضروه والكلام ده كله. اكيد وليد سليمان بيعاني مع الجيل اللي هو بيلعب دلوقتي. طبعا يعني انت جيل معلش انت جيل كنت متربي ان الاستاد فيه 60 70 الف متفرج. تمام. لا وكواليتي اللعيبه اللي كانت معاه ولعيبه يعني انا كان في تصريحات مثلا لكابتن عماد متعب كان بيقول لك ايه، احنا لما كنا بنخسر مباراه في النادي الاهلي انا ما بنزلش من البيت. طبيعي. انا بتكسف انزل من البيت. تمام. لما تشوف ابو تريكه مثلا في وقت من الاوقات وهو مصاب قاعد بيعيط ومكسوف يوري وشه للكاميرا والاهلي مغلوب وانا مصاب انا ما لعبتش، يبين لك قد ايه الفرق. الفرق بين الجيل القديم اللي كان عنده غيره على النادي الاهلي مثلا اللي كانت موجوده في النادي الاهلي دي بقت موجوده دلوقتي في نادي الزمالك. بالظبط. وده اللي فارق بخلاف الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي اتطورت مع فريره بشكل كبير جدا، لكن الروح اللي موجوده دلوقتي ما شفتهاش في نادي الزمالك من فتره. في اجيال خصوصا معلش شيكابالا بيقوم بدور مع الفريق قيادي كبير جدا مش طبيعي. طبعا عنده انقار ذات رهيب، اول مره اشوف انكار ذات مش طبيعي. بالظبط. انت راجل نجم الفرقه مش فارق معاك تلعب ما تلعبش، انا راجل يعني الراجل ده لو قال لي انزل احفر انا هحفر، انزل دقيقتين بنزل دقيقتين رغم من ايه ده نجم الفرقه. مش هقول لك بقى راجل نجم الفرقه، بالعكس ده بيدي تعليمات يروح يوجه ده يجيب مش عارف مش طبيعي. المشكله يا مرغني ان في جيل كامل في الكره المصريه، ودي برضو من ضمن المشاكل اللي كنا بنتكلم عليها. الجيل ده مش واخد انه يلعب قدام جمهور،
مش واخد على الضغط، مش واخد ان هو يبقى الملعب متقفل 60 70 الف متفرج وشد وجذب هنا وهنا، هو مش واخد على الكلام ده. في بعض اللعيبه شايفه ان الجمهور انت ازاي بتتكلم كده وازاي بتنتقد ومش عارف مين وازاي مش عارف ايه. لا ده ابو تريكا وشيكابالا ووليد سليمان ومتعب والناس دي كلها كانت بتنتقد رغم ان هم كانوا الجيل بتاعهم أوكي. من احسن الاجيال اللي جت في تاريخ الكره المصريه. معانا مداخله من النقد الرياضي علاء عزت، ناخدها الاول. تمام. الو الو استاذ علاء. اهلا استاذ احمد، اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بيك. تحياتي ليك، ربنا يخليك. مش ناوي تخف على نادي الزمالك شويه؟ طيب هم دلوقتي بيخفوا علينا دلوقتي، خلاص الزمالك دلوقتي بطل الدوري وبطل الكاس، هم اللي خفوا علينا بقى شويه بقى. خلاص يعني سلمت خلاص؟ اه الموسم ده بس، الموسم ده وبعد كده لا واللي قبله كمان واللي قبله. 10 سنين تاني بعد كده. الموسم ده واللي قبله. نعم؟ الموسم ده واللي قبله. لا احنا كنا مستغلين لدوري ابطال افريقيا ومستغلين لكاس العالم للانديه. بس نادي الزمالك خد دوري وكاس برضه. لا يا راجل انت بتتكلم على الدوري، انا يعني انت بتتكلم على المحليه، انا وقتها كنت بتكلم على العالميه. انا بنكشك بس. لا طبعا بهزر معاك. ربنا يخليك. راي حضرتك ايه في البيان اللي اصدره النادي الاهلي وفي القرارات اللي هو بيطالب بيها؟ يعني انا شايف طبعا ان بيان قرارات قويه. وان كانت متاخره، يعني شايف النادي الاهلي اتاخر قوي في اتخذ هذه الموقف. النادي الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي من فتره طويله جدا، وكان في غضب كبير جدا من النادي الاهلي نفسه كثيرا ما احتج على عدد من الحكام، وكانت بعد كده ممثل في مدير الكوره اللي هو الكابتن اشرف حفيظ، وكان جميل النادي الاهلي غاضبه وكانت بتظهر غضبات النادي لاتخاذ موقف. لكن النادي الاهلي كان في سياسه ضبط النفس، وده كان شيء يحسب لمجلس اداره الكابتن محمود الخطيب اللي كان في ضبط نفس على فترات طويله جدا. لكن لما يعني بلغ الظلم المدى او تجاوز الظلم المدى والنادي الاهلي خلاص التحكيم حرمه من الاستمرار في ممارسه بطوله الدوري العام بعد مباراتين مقاولين وفاركو، كان لازم النادي الاهلي ياخد هذا الموقف، وانا شايف ان هو قرارات قويه ولكن متاخره جدا. هل حضرتك شايف ان النادي الاهلي مضطهد تحكيميا؟ يعني انت مقتنع بالموضوع ده؟ لا مش مضطهد، لكن اقول بيتعرض لظلم تحكيمي كبير جدا. يعني لما بتتكلم على ان النهارده النادي الاهلي خسر 11 نقطه بسبب اخطاء تحكيميه فادحه، 11 نقطه في 6 مباريات بما فيهم مباراه سموحه اللي خسرها 3-2 ومباراه فاركو ومباراه المقاولين ومباراه البنك الاهلي اللي حصل فيها اللي هي روح البروتوكول دي، انت بتتكلم عن 11 نقطه النادي الاهلي فقدهم. فدي لو كان النادي الاهلي خد ال 11 نقطه دي كان دلوقتي بيتكلم عن ان النادي الاهلي متصدر جدول الترتيب ولسه ليه مباراه مؤجله، يعني كانت تبقى فرصه النادي الاهلي في المنافسه او الفوز ببطوله اكبر من الزمالك. طيب طبعا شايف ان طبيعي جدا النادي الاهلي اتعرض لظلم لكن مش اضطهاد، يعني مش هقدر اقول اضطهاد، لكن ظلم، وظلم ده نتيجه ضعف التحكيم في مصر. هو احنا فعلا يعني عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم وكل الانديه بما فيهم زمالك اهلي لغايه المقصه، كل الانديه استفادت من التحكيم واتضرت كمان من التحكيم. يعني مش شايفه من التحكيم، لكن خلينا في الظاهره العامه، يعني خلينا في الظاهره العامه، الظاهره العامه هي ان كل الانديه في مصر اشتكت من التحكيم. ده حقيقي. وانا باكد لحضرتك لو ان الانديه المصريه تمتلك قدره ماليه على استخدام حكام اجانب لمبارياتها كنا ممكن نيجي في الاسابيع الاخيره ما نشوفش ولا حكم مصري موجود. احنا بنتكلم على ان لحد دلوقتي بنتكلم على الاداره الرائعه للطاقم التحكيم اليوناني سواء اللي كان في الملعب او على الفار في مباراه الزمالك وبيراميدز، وازاي حتى الجون اللي اتلغى امبارح للاهلي جه زيه بصوره كربونيه للزمالك والحكم حسبه وكل الناس اتفقوا على صحه الهدف، وازاي ان في اقل من 30 ثانيه كان الموضوع انتهى. لكن شفنا امبارح المهزله اللي حصلت امبارح، الفار بيقول قرار والحكم بيقول قرار، حتى في الطرد الفار الحكم ما يشوفش والفار يشوف. طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم في مصر، وللاسف الشديد الاصلاح كان اصلاح وهمي لمنظومه التحكيم. احنا كنا دايرين في فلك اثنين بس من الحكام على مدار 10 سنين، هو الكابتن جمال غندور وبعد كده عصام فتاح، جمال غندور وعصام فتاح في الوقت ده كان، وكل واحد منهم كان في عهده بتحصل ازمات كبيره جدا، كانت الاخطاء دي او الكوارث التحكيميه كانت بتحصل دي كانت كفيله بافساد المواسم سواء دوري او كاس او اي مباراه في الدوري المصري. يعني كان احنا دايما يعني بنحط ايدينا على قلبنا ان الموسم يستمر بسبب اخطاء التحكيم دي. فانا شايف ان كان القرار استخدام طاقم حكام او خبير اجنبي، شايف ان ده قرار صحيح جدا ومتاثر برضه جدا. تمام. سؤال تاني معلش،
هل النادي الاهلي خلاص كده في بطوله الدوري ان هو بيطلع ان هو هيكمل بالناشئين واللعيبه راجعين مصابين، هل كده خلاص النادي الاهلي رمى الفوطه في الدوري؟ يعني اقتنع خلاص ان فرصه بقت صفر تقريبا؟ لا لا، هو دي رساله، لاتحاد الكوره خلاص، يعني طالما انتوا عايزين توجهوا الدوري لاي حد تاني خلاص، انا مش نهامين من الدوري وهلعب واكمل بالناشئين. لكن النادي الاهلي من فتره، النادي الاهلي لحد امبارح بيلعب بالفول تيم بتاعه، لو كان كسب امبارح كان اللي هيحافظ على اللي امله، لكن بعد ما حصل امبارح النادي الاهلي حس ان يعني اصل مش معقوله مباراتين متتاليتين، مباراه المقاولين العرب مباراه فاركو، اثنين متتاليتين في اقل من خمس ايام، والنادي الاهلي ظلم لظلم فتح. فده عطى انطباع وشعور لدى اداره النادي الاهلي ولدى جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي مستهدف مستهدف. هو ده اللي خلى النادي الاهلي النهارده بيطلع قرار بيقول فيه المسؤولين بتاع الكره خلاص انا مش همين من الدوري واكمل الدوري بالناشئين. طب بالنسبه للسوبر والكاس، صور الكاس مرهونين مشاركتهم فيها بتغيير منظومه التحكيم، وده امر انا شايف ان هو هيحصل. يعني احنا خلي بالك هو هيحصل، لان خلاص الخبير التحكيمي خلاص جاي، فكده كده لجنه الحكام كده كده ماشيه. بالظبط بالظبط، لكن اتحاد الكوره بقى، اتحاد الكوره عليه ان هو يعني يقلد الاتحادات الاوروبيه لما يكون عندها حكم بيخطا بتعلن العقوبه عشان تهدي حتى الجماهير. اصل مش معقوله ان حكم يخطأ خطأ فادح من يضيع جهود نادي كبير ولاعيبه وملايين بتصرف وفي الاخر لا يعاقب. لا، كل الاتحادات بتعمل عقوبات، الاتحادات بتاعتها شفنا الاتحاد الافريقي ازاي بيعاقب 28 حكم افريقي بتوصل عقوبه لحتى حد الشط. وانا هنا مش قادر يعني لجنه الحكام تكبن ان هي تقول ان في حكم اخطأ وتم معاقبته، واحنا مش يهمنا العقاب في السر ولا يهمنا العقاب في السر، احنا لازم يكون العقاب علني علشان خاطر على الاقل خاصه امتص غضب الجماهير واقول للجماهير ان اللي بيخطا بيتعاقب. وده كان شيء مهم جدا وشيء افتقدناه كتير جدا الفتره اللي فاتت دي. تمام، معايا الناقد الرياضي محمد جابر عايز يسال حضرتك سؤال. يا استاذ علاء، اهلا استاذ محمد، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. انا بس انا عندي سؤال، ان اتفضل. رينيه فارا لما جه الاهلي الراجل ده خد فتره بري سيزون او اللي هو اعداد الفريق، جاب بعض الصفقات رغم ان الراجل ما كانش اسم كبير بس نجح بشكل كبير مع النادي الاهلي، والسكواد بتاعه موسيماني كمل بيه وقدر ان هو ياخد بيه بطوله افريقيا مرتين وبرونزيه كاس العالم. تمام، احنا حاليا في مرحله اعتقد النادي الاهلي عنده ثوره تصحيح كبيره جدا، هيبقى في بعض اللعيبه في غربله لبعض اللعيبه اعتقد بسبب سوء النتائج وبسبب عدم المنافسه على الدوري والبطولات. هل سواريش هو رجل المرحله اللي جايه؟ يعني اعتقد ان سواريش، هل النادي الاهلي هيريسك ويخلي الراجل ده يكون موجود رغم ان هو السي في بتاعه مش قوي، رغم ان هو جاي في ظروف صعبه ما حدش يقدر ينكر كده، يعني ما حدش لحد دلوقتي يقدر يلوم على الراجل في حاجه. بس هل لما قعد اعضاء النادي النهارده قال لهم انا الفريق اللي انا سمعت عنه وانا تعاقدت عشان يعني تعاقدت مع النادي الاهلي على حس ان ده فريق شفت له ماتشات وليه واشوف ان ده بطل دوري ابطال افريقيا 32 وبرونزيتي كاس العالم، وهو شاف مباراه الاهلي والهلال السعودي، قال لك لما جيت على ارض الواقع ما لقيتش اللعيبه اللي كانت بتلعب فيه كلها، يعني قال لك انا جيت وانا بوصل للمرحله الحاسمه بطوله الدوري، المرحله الحاسمه بطوله الدوري، قال لك افتقدت 12 لاعب، وده امر طبعا غير طبيعي. يعني من امتى احنا كصحفيين وحضرتك اعلامي طبعا، من امتى بنقول ان لاعب اصابه هيغيب لحد نهايه الموسم؟ ده امر صعب جدا. انت بتتكلم على قفشه، بتتكلم على محمد شريف، بتتكلم على حسين الشحات، بتتكلم على سليه، بتتكلم على احمد عبد القادر، بتتكلم على انت بادئ الدوري وانت فاقد عمار حمدي، فاقد احمد توفيق، اكرم توفيق، فاقد بدر بنون. فطبعا ده كان امر صعب جدا. الراجل اتفرج على فرقه ولما جه على ارض الواقع ليه كل اللعيبه دي اللي هي عملت الانجازات اللي هو شافها دي ما لقاش موجوده على ارض الواقع. فالراجل انا شايف انه معذور جدا جدا. هو ما قدمش اي حاجه، لكن انا بصراحه شايف ما اقدرش الوم عليه برضه. طبعا في الادوات اللي اقدر اقوله، يعني انا لما احب احاكم حد او احكم على حد لازم اديله الادوات كامله جدا جدا واشوف عمله وبناء على عمله وعمل اكل. لكن مش معقوله واحد اديله فريق ناقص كل عناصره واقول له اكسب لي بيها بطوله. طبعا الامر كان صعب. يعني النادي الاهلي مثلا في الموسم الجديد هل هيكون محتاج مدرب الزوسي فيه اقوى شويه من سواريش يقدر يدير الفتره اللي جايه، ولا اعتقد ممكن يكون النادي الاهلي هيكمل بسواريش خلال الموسم اللي جاي؟ حضرتك شايف؟ والله هم دلوقتي بتاعت دلوقتي خلاص النادي الاهلي لا نقل كل شؤون الكره لشركه الكره خلاص. فشركه الكره هي بتبتدي تعمل الدراسه في اللاعبين ودراسه بتاعها. طبعا هتبقى في لجنه فنيه داخل شركه الكوره، يعني في لجنه فنيه يكون فيها الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي
باتفاق مع عضلة الإدارة إن مجلس الإدارة لازم يكون متواجد في شركة الكورة دي. مظبوط. فأعتقد إن هيكون في دور كبير جدا، أنت عارف خلاص إحنا النادي الأهلي الموسم بالنسبة له انتهى، فأعتقد إن هيبقى في فرصة كافية جدا لشركة الكورة الفترة الجاية دي إن هي تحسم الأمور دي. لكن لحد دلوقتي مصير الراجل مش محسوب، هل هيكمل ولا هيمشي؟ خالص 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 محسوب، وأعتقد يعني مش عارف يعني هل يعني النادي الأهلي ممكن يشعر إن هو ظلم الراجل ده لو تم الاستغناء عنه. هو جاي في ظروف صعبه جدا بصراحه. طبعا ظروف اعجازيه يعني ظروف قهريه جدا جدا جدا، يعني انا لو اي مدير فني غيره شاف الظروف دي كان ممكن يعتذر، يعني كان ممكن يعتذر على الاستمرارات المهمه دي، لان هو جه ليه ما لقيش الفريق اللي هو اتفرج عليه. يعني انا انت حضرتك جايب لي عربيه اشتريها منك، شفتها انت بعت لي الفيديوهات بتاع العربيه، جيت شفت العربيه دي كلها متخبطه. صح. هو ده اللي حصل بالظبط، الراجل جه ليه العربيه النادي الاهلي كلها متخبطه وفي عيوب وفي مساوئ وفي مشاكل كبيره جدا. عجبني برضو شجاعته يا استاذ علاء لما طلع امبارح قال لك انا دوري ان انا هنا دافع عن اللعيبه وانا المسؤول عن اي حاجه بتحصل، وانا دوري ان انا بدافع عن اللعيبه هنا، اللعيبه يعني حتى لو لعيبتي مقصره انا دوري ان انا دافع عنهم. طبعا طبعا ده دور المدير الفني ان هو يحمي اللاعبين، والراجل عمل الدور ده بشكل كويس جدا، والفترة الجاية هيكون في فترة كويسة جدا. أنا شايف إنها فترة كويسة جدا للقرار ده، إن الأهلي هيشوف عناصر جديدة، اللعيبة كمان راجعة من إصابات طويلة هيشوفها، هيدي فرصة للعيبة اللي على مدار الموسم ما خدتش فرصة كبيرة، عشان يكون في حكم نهائي، يعني ممكن يدي كمان فرصة تانية بالستة ومرة تانية، يدي فرصة كمان لمكسوني، علشان لما ياخدوا قرار في النهاية استمرارهم أو بقائهم يكون قرار سليم. تمام. أستاذ علاء. تحت أمرك. بشكر حضرتك جدا. وانا شخصيا يعني بحب الفقره جدا بتاعتك انت الاستاذ عمرو الدرديري، لان انا مقتنع. ليه بس؟ لا لا، انا مقتنع ان حلاوه الكوره ان انا كراجل زملكاوي وحضرتك كراجل اهلاوي نقعد نغيص في بعض وننكش في بعض. النادي الاهلي سواء في بطوله قاريه او محليه يخسر فانا اجي اغيظك وانكشك، والعكس الصحيح نادي الزمالك برضو يخسر سواء في محليه او قاريه برضو تغيظ او تنكش صاحبك الزملكاوي، وانا مقتنع ان ده الطبيعي في الكوره وهو ده حلاوه الكوره. بالظبط، احنا فين اللي بيحصل؟ يعني احنا بالظبط زي اثنين اصحاب، لان انا وعمرو اصلا اصحاب، والنهارده والله العظيم النهارده قاعدين انا وعمرو مع بعض في مكتبي في الاهرام اكتر من ساعه، ونفس اللي بتشوفه الاستوديو بتشوفه انا النهارده انا وهو عمال يغيظ فيا وانا عمال ارد عليه وبتاع وكده. هو دي حلاوه الكوره، هي دي حلاوه الكوره. دي حلاوه الكوره، وبعد كده احنا ولا بنعمل فتنه ولا بنعمل حاجه، احنا بننقل اللي بيحصل على القهاوي بين اي اثنين اصدقاء في البيوت، بين اثنين اخوات، واحد اهلاوي واحد زملكاوي، بننقل نفس الحاله دي بننقلها على الشاشه لكن بضوابط معينه، والحمد لله الفقره الحمد لله يعني الحمد لله نجحت بشكل كبير، يعني الحمد لله. الحمد لله، بشكر حضرتك جدا ونورتنا. ربنا يخليك. حاج محمد. كنا نتكلم فيه. طيب انت شايف مين اللعيبه اللي هتخرج من النادي الاهلي بنسبه مثلا 90%؟ كم واحد او مين ده 90% من اللعيبه هتخرج؟ لو عندنا نتكلم بالاسماء، لا في ثوره كبيره المفروض تحصل في النادي الاهلي. يعني كم لعيب هيمشي مثلا؟ اعتقد مش اقل من 8 9 لاعبين ممكن ما يكونوش موجودين الموسم اللي مرة جاي. واحدة. طبعا في بعض اللعيبه للاسف لا تستحق تكون موجوده في النادي الاهلي، في لعيبه يعني بعض اللعيبه برضو تيشيرت الاهلي والزمالك بيبقى كبير عليها. في بعض اللعيبه تلاقيها متالقه مع فرقها مثلا في الدوري او حتى بره مصر، وتيجي الاهلي او الزمالك مع الضغط الجماهيري مع الشحن الجماهيري مع البطولات المتلاحمه، انت بتتكلم انت في لعيب زي عمرو السولية مثلا بقاله 3 سنين بيلعب ما ريحش. ففي لعيبه للاسف بيبقى تيشيرت الاهلي والزمالك تقيل عليها، ودي حاجه انت ما بتعرفش تكتشفها قبل ما تجيب اللاعب. يعني شخصيه اللاعب برضو بتفرق، في بعض اللعيبه لما بتجيبها من نادي كبير، يعني انا مثلا كنادي اهلي تعاقدت مع لاعب من الزمالك او من بيراميدز، ده لاعب متعود على البطولات، كواليتي مختلفه، كواليتي مختلفه، غير لما تعاقد مع لاعب مثلا هو بيلعب له مثلا الكام ماتش بتاع بتوع الدوري وخلاص على كده. بس فاعتقد لا هيبقى في غربله كتير جدا، الاهلي محتاج ده تقريبا في كل المراكز، مفيش مركز بعينه الاهلي مش محتاج فيه تدعيم، لو هتتكلم بدايه من حراسه المرمى في خط الدفاع الباكات. بما انك هتتكلم بقى على الصفقات، ايه الصفقات المنتظره للنادي الاهلي بعيدا بقى عن ابراهيم عادل عشان اتكلمنا عليه؟ لا في صفقات كتير جدا الاهلي محتاج، يعني كان في كلام على احمد رفعت. لا انا مش بتكلم محتاج، انا بتكلم الصفقات النادي الاهلي قريب خلاص منها فعلا. يعني كان في كلام على احمد عاطف مهاجم فيوتشر،
لسه لحد دلوقتي الكلام رايح جاي بين الاهلي وبين اداره فيوتشر، رغم ان اداره فيوتشر كانت قايله مش هنفرط في ولا لاعب من فيوتشر الموسم اللي جاي، احنا هدفنا ان احنا نكون موجودين في الكونفدراليه وان احنا ننافس عليها كمان. في كلام على احمد رفعت، كان في كلام اتقال على صالح جمعه ان هو ممكن يكون موجود في الاهلي الفتره اللي جايه، بس اعتقد او اصلا اداره النادي الاهلي رفضت الموضوع من بابه زي ما بيقولوا، كان احد الوكلاء كان عارض صالح جمعه ان هو يرجع تاني. قلت لي برضو محمد ابراهيم بالظبط، محمد ابراهيم كان عنده ترحيب كبير جدا ان هو يكون موجود في الاهلي، ما كانش عنده مشكله. اعتقد الاهلي الفتره اللي جايه خلاص بقى هو هيبتدي يركز في الصفقات. في كلام على محمد صبحي حارس فاركو ان هو ممكن يكون موجود في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، واتقال برضه ورحب بعرض نادي الزمالك ان هو يرجع نادي الزمالك تاني. وفي عرض ثالث بقى وممكن يكون ده هو اللي يحسم الموضوع كله، في عرض من الميريه الاسباني. الميريه بالظبط. تمام. طب محمود جاد هل فعلا جاله عرض من ويجن؟ بما اننا اتكلمنا بس على حراسه المرمى، محمود جاد الكلام اللي اتقال كله ان بعض الوكلاء عرضوا على ويجن ان الراجل ده يروح يعمل فتره معاش هناك، وكان نادي ويجن مرحب بالموضوع جدا بعد برضه ما شاف بعض الفيديوهات للاعب وشاف مستويات اللاعب. ايه اللي حصل بعد كده عطل الموضوع؟ لحد دلوقتي للاسف ما فيش اجابه عن الموضوع ده خالص. يعني هو الموضوع اتعطل ليه، او الراجل ما راحش عمل فتره المعايشه ليه؟ مش عارف للاسف. هل ممكن يعملها مع بدايه الموسم الجديد او خلال فتره مثلا؟ لا خلاص الدوري الانجليزي هيبدا في بدايه، هتروح فين تاني؟ بالظبط هو الراجل ما عملش فتره معايشه. احنا بس اللي عندنا اللي لسه في السيزون، احنا الوحيدين لسه مكملين، الناس بتبدا السيزون بتاعها دلوقتي، السيزون الجديد بيبدا واحنا لسه ما خلصناهوش للاسف. ده كان بعض الكلام على الصفقات. يعني اعتقد الاهلي محتاج تدعيمات كبيره جدا، محتاج مراكش من علي معلول، محتاج خلاص اعتقد اكرم توفيق بوجوده هيكون مشكله الباك اليمين اتحلت، محتاج تدعيمات كتير جدا، محتاج مهاجم صريح قوي يقدر ينافس مع محمد شريف وحسام حسن. حسام حسن علينا علامه استفهام كبيره جدا، اللي يشوف الراجل ده مع سموحه ما يشوفوش مع الاهلي. لا بعيدا بقى عن كده كمان، حسام حسن انت راجل كنت بتشتكي مع موسيماني ان انت ما بتلعبش، الراجل مديك فرصه كامله والظروف خرمتك ان محمد شريف اتصاب، محمد شريف اتصاب، فانت دلوقتي المفروض تبقى يعني زي ما بيقولوا تاكل النجيله بايديك واسنانك علشان تحجز مكان اساسي، وتقول لي ناس انا اهو انا حسام حسن الصفقه اللي جيت للنادي الاهلي اللي كان في خناقه ما بينك وبين نادي الزمالك عليا، فلا انا استحق وابقى جدير بده للاسف. بس خلي بالك ممكن ده برضو يكون ليه علاقه بحاله الفريق ككل. يعني انا معنى ايه، انا لما حاله الفريق كل بس مشكله هرجع اقول لك برضو في ساعات بقى الفرقه كلها وحشه ومواليد سليمان ظاهر انه كويس. حاله الفريق وحشه ما فيش مشكله. انا جات لي فرصه معلش، ما انا مش هستنى ان الظروف كلها تبقى مهيئه لي ان الفريق يبقى كويس والمدرب بيساعدني وزميلي يتصاب علشان ادي. لا انا جات لي نص فرصه همسك فيها، محدش طالبك ان انت تكون ان انت تجيب 3 4 اجوان في المباراه او انت اللي تكسب الفريق، بس على الاقل خالص لا. يعني ما هو الاهلي اتعادل امبارح مع فاركو والناس كلها طلعت تتكلم ان بيرسي كان كويس وليد سليمان كان كويس. في بعض المباريات الاهلي كان بيخسر فيها وبتتكلم ان مثلا السولاي كان كويس، حمدي فتحي كان كويس. فمالهاش علاقه الناس دلوقتي برضو، يعني حتى جماهير السوشيال ميديا بقت فاهمه كوره، شايفه مين الكويس مين اللي ادى النهارده حتى لو الظروف ما خدمتوش، حتى لو ما جالوش فرص كتيره بس الراجل مموت نفسه في الملعب. للاسف انت ما بتعملش ده. كمان انت كان لسه مطبق عليك عقوبات من فتره بسبب السهره والفرح والفيديوهات اللي اتسربت لبعض اللعيبه مع مطربين، فانت فين؟ انت المفروض تبقى قافل على نفسك الفتره دي تمسك في الفرص. اعتقد برضو من الناس اللي عليها علامه استفهام كبيره جدا حسام حسن الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي. ندخل بقى على نادي الزمالك. نادي الزمالك دلوقتي بيعيش واحده من احلى فتراته الكرويه في مصر طبعا، يعني واخد دوري وكاس السنه اللي فاتت، السنه دي بيقرب كتير جدا من الدوري طبعا، الكاس مكمل فيه، عنده بطوله سوبر بتاع السنه اللي فاتت وارد جدا ياخدها ويبقى خد السنه اللي فاتت خد كل البطولات المحليه، وعنده دوري وكاس وبرده احتمال يبقى فيه سوبر بينافس عليهم السنه دي، وعنده ماتش بكره. هل ماتش بكره ده لو نادي الزمالك كسب يقرب بنسبه كام للدوري، ولا هل الدوري خلاص خلص؟ لا هو الدوري مش مخلص لسبب، يعني هو اعتقد ان بالنسبه للنادي الاهلي ممكن يكون خلاص خلص، يعني خلص النادي الاهلي خلاص بره المنافسه، يعني المنافسه اللي بين الزمالك وبيراميدز. بس مست الموضوع عند الزمالك ان مصيره بايده. يعني انا مش مستني فرقه تتعطل، انا 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 اكسب وماليش دعوه، انا اكسب وماليش دعوه بحد. بالظبط مصير بيراميدز ومصير النادي الاهلي لا انا مصيري مش في ايدي، انا مستني نادي الزمالك يتعطل في مباراه او في اتنين عشان اعرف ابتدي انافس على الدوري بشكل كويس. فاعتقد دي فرصه كويسه لنادي الزمالك. طبعا انت لو كسبت مباراه بكره هتقرب بشكل كبير جدا للدوري، انت خلاص انت ممكن مباراه او مبارتين كمان وتحسم الدوري بشكل رسمي خلاص. فاعتقد لا طبعا نادي الزمالك مصير الدوري في ايده، اعتقد بطوله الدوري بتقرب بنسبه تفوق ال 90% بالنسبه لنادي الزمالك.
عنده فتره كويسه جدا. قبل ما انسى بمناسبه نادي الزمالك احنا بنتمنى الشفاء لاحمد مرتضى منصور، وان شاء الله يعني يقوم بسرعه من الوعكه اللي هو بيمر بيها. الف سلامه. وان شاء الله يعني يرجع مكانه تاني سالم غانم من غير اي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله تمام. معلش انا اسف ان انا قاطعتك. لا لا طبعا. انا كنت فاكر ان اقول اول حلقه ونسيت، فكان لازم اقول. طبعا وربنا يشفيه ويعفى عنه يا رب. يا رب. عايز اقول لك على حاجه تاني بالنسبه لنادي الزمالك، وعايز اتكلم على زيزو بالذات. يعني كانت في احصائيه النهارده شفتها، زيزو اهداف زيزو السنه دي مع نادي الزمالك في الدوري، اهداف الزمالك 12 نقطه. 12 نقطه في الدوري، اعتقد ده رقم كبير جدا يبين لك مدى اهميه لاعب زي زيزو ان هو موجود في نادي الزمالك. فيريرا مش يعني لو هنقول ونعيد ونزيد في نفس الكلام تاني، فيريرا عامل 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 موسم عمل قوي عظمة جدا. بالظبط، عامل عظمه مع نادي الزمالك الموسم ده. عمل من بعض اللاعبين العظمه في النتائج وفي التطوير اللي قدر يطوره للعيبه، سواء عقليا او خططيا جوه الملعب او تكتيكيا، وما تاثرش بغياب بعض اللاعبين او الايقافات او الاهلي في تيم كامل مشي منه وخرج منه وهو ما فيش. بالظبط، يعني هو ما تاثرش بالغيابات، ما تاثرش ان ما كانش فيه قيد، ما تاثرش ان بعض اللاعبين مشيت، يقول ما طلعش بره. انا لو انا ما عنديش، هو جاي يشتغل. هو جاي يشتغل، وده بصراحه ميزه فريرا، ان هو لما بيجي انا جاي اشتغل، عندي تولز 1 2 3 4 هشتغل بيها. شفنا بعض اللاعبين دلوقتي زي سيف جعفر، زي نيمار، زي قادر ان هو يطور من سيف الجزيري. حتى سيف الجزيري اللي معاه مشكله قبل مباراه الاهلي، الراجل عرف يرجعه تاني للملعب. شفنا شيكابالا معاه متالق بشكل كبير جدا. شفنا اكتر من لاعب، شفنا حاجه. انا بالنسبه لي امام عاشور دلوقتي واحد من افضل اللاعبين في الدوري المصري، بيأدي موسم كويس جدا مع نادي الزمالك. لا، فهو راجل طور من اللاعبين كتير جدا. محمد عواد كمان دلوقتي ما موجود، يعني في ناس قالت لما ابو جبل هيمشي محمد عواد عشان بعيد الفتره اللي فاتت فمش هيكون بيأدي نفس المستوى. لا، شايفين محمد عواد دلوقتي مكسر الدنيا مع نادي الزمالك. فطبعا لا، بصمات فيريرا باينه على الفريق. الماتش اللي فات ماتش بيراميدز طلع واحده وهي 1-0، كانت هتقلب الماتش. لو دخل الجون تقلب الماتش. انا بالنسبه لي احسن ماتش محمد عواد السنه دي كان ماتش المحله. ماتش المحله برضه هو يعني هو بصراحه اهدى الفوز للزمالك في المحله. اصل خلف حته الماتشات الكبيره بتبروز اي لقطه. بمعنى ايه؟ انا لو طلعت كوره في ماتش النادي الاهلي ولو هتتبروز وخلاص انا احسن جول في الدنيا، غير لو طلعتها في مباراه في مع نادي ممكن ولو يكون لو اصعب مثلا بلعب اي نادي تاني، لا ممكن حدش ياخد يعني هفتكرها وهبقى. بس اللي هتبروز وهتعلق مع الناس اكتر بتاعت النادي الاهلي. طبيعي. او ماتش مثلا بيراميدز او ماتش النادي الاسماعيلي. بالظبط، انت بتلعب فرقه كلاس ايه زي ما بيقول. رايك ايه بقى في المقارنه اللي طالعه مؤخرا ما بين البروف فريرا ومانويل جوزيه؟ لا، بعيده قوي. بعيده لمين؟ بعيده لجوزيه طبعا. لا، انا مش بتكلم في بطولات، انا بتكلم كمدرب ككوتش. لا، ككوتش اكيد يعني الاثنين مدربين اقوياء جدا. الاثنين مدربين سابوا بصمه في الدوري المصري وفي الكره المصريه عموما. يمكن جوزيه كان ليه اكتر من ولايه مع النادي الاهلي، قعد في النادي الاهلي اكتر، جاب بطولات اكتر للنادي الاهلي. فيريرا رغم ان هو ما بقالوش كتير في الزمالك بس ساب بصمه كويسه جدا. يعني فيريرا طبعا ايا كان الكارير بتاعه مع نادي الزمالك عامل ازاي، هو لسه طبعا ما بقالوش نفس الفتره اللي قعدها مانويل جوزيه. جوزيه قعد سنين في النادي الاهلي. اعتقد لا، هي من المدربين، والمدرب البرتغالي كمان تحس ان هو ليه يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ماشي معاه في الكره المصريه بشكل كبير جدا. ناجح في مصر. ناجح في الكره المصريه. شفنا جوزيه، شفنا ثقافتهم تقريبا قريبه مننا شويه. تحس ان هم بالنسبه لهم الدوري المصري مجال للنجاح. شفنا فيريرا، شفنا جوزيه، شفنا اكتر من مدرب برتغالي بيأدي بشكل كويس في النادي المصري في انديه مصريه. فاعتقد لا، اعتقد المقارنه من حيث البطولات طبعا لسه ما عادش نفس الفتره اللي عادها جوزيه. لكن بالنسبه للبصمه طبعا هم سابوا بصمه في الكره المصريه الاثنين، ما حدش ينكر كده. كاس لوسيال، بقولها صح كده؟ لوسيال ولا كاس لوسيال؟ بالظبط. اتقال ان هو بين بطل الدوري هنا وبطل الدوري هنا في السعوديه ومصر يعني، وبعد كده طلع كلام لا دول هم عايزين النادي الاهلي. الكلام ده صح ولا غلط؟ هو اول كلام اتقال خالص في الموضوع، بس بسرعه عشان احنا قدامنا 3 دقايق. اول كلام اتقال في الموضوع خالص ان المباراه دي هتتلعب عشان افتتاح احد ملاعب كاس العالم اللي هتكون موجوده في قطر. بالظبط. وان هم عايزين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي. ده اول كلام اتقال. كان المفروض ان هو زي هيبقى الزمالك والهلال. بعد كده بعض الاخبار قالت لا احنا عايزين النادي الاهلي. طب لحد دلوقتي الكلام على ايه؟ هو الهلال كده كده ثابت. الكلام كله الاهلي اللي هيلعب ولا الزمالك اللي هيلعب؟ لو هياخدوها بطل الدوري بطل الدوري هنا يبقى الزمالك والهلال. لكن لو هم عايزين النادي الاهلي بعينه فاعتقد ان هم هيجيبوا النادي الاهلي. واللي هيحصل ايه؟
عايزين النادي الاهلي بعينه فعلا ولا هو بطل الدوري وبطل الدوري؟ هو لا، هو الكلام اللي متقال بطل الدوري وبطل الدوري، بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري. مفيش كلام، ان يعني الكلام اللي اتقال من بعض المصادر ان عم عايزين الاهلي بعينه، بس مفيش حاجه اكدت المصادر دي. اوكي، سريعا بقى كده جدا، الدوري الانجليزي بس يعني احنا بالظبط الدوري الانجليزي هيبدا النهارده يعني، في قدامنا بالظبط 30 ثانيه هيبدا النهارده. عوده المتعه وعوده الكوره وعوده كل حاجه كويسه بالنسبه للناس اللي بتحب الكوره، بالنسبه للناس اللي بتحب هيبقى لنا حلقه كمان بعد كده على الفانتزي، وهنشرح للناس وهنتكلم فيها ونعمل كل اللي انت عايزه. طبعا تمام، بشكرك. شكرا يا شرفتني جدا ونورتني. الشرف ليا طبعا. بشكركم جدا جدا جدا. كنا مع بعض النهارده في حلقه جديده من برنامج في الكورنر. نشوفكم بكره ان شاء الله.